اليوم راح اعمل القراءة العامة لبرج القوس. طبعا راح تكون قراءة عاطفية والعمل والصحة. لو سمحت اذا كنت جديد معنا في القناة اشترك وفعل الجرس ليوصلك كل جديد. طيب برج القوس راح تكون طاقتك هون. شوف لك انت في طاقة نارية هي يعني طاقتك. انت شوي متجمد المشاعر وانت شويك حازم وعندك قوة وكأنك مارق عليك كتير وكأنك في وقت نضوج عقلاني ونضوج مشاعر. ويمكن انت حاليا في زواج او ارتباط او في عمل وحاسس نفسك انك انت نضجت كأنه مارق عليك اشياء كتير وانت حاليا في نضوج. انت احتمال تكون في ارتباط في زواج. للبعض منكم احتمال هذا الشخص رجع لكم اللي انتم بتفكروا فيه واحتمال انتم شايفينه هو دخل في زواج اخر غيركم انتم او دخل في علاقة غيركم انتم. احتمال انتم حاسينه انه هو الشخص المناسب لكم لزواج. الشخص هذا شكله عنيد جدا. كمان انا شايفة هذا الشخص مهتم في عمله وانجازاته. الشخص هذا مارق برحلة هي رحلة الانجازات والاهتمام في النفس والاهتمام في الذات. الشخص هذا شكله محب لنفسه. الشخص هذا يمكن طلع مؤخرا من علاقة او خرج من موضوع زي زهق منه وترك المواضيع كليتها وتقدم للامام. احتمال هو خارج من ارتباط او خارج من عمل لكنه هو مبسوط من خروجه من هاي العلاقة او من هذا العمل. خلينا نشوف. غيركو كروت النصيحة. نصيحة لبرج القوس. هون بيحكوا لك ask your angels، اسأل الملائكة. شوف not the time، الوقت مش مناسب. هناخد لك كمان كارت، حس هيك قلبي لازم اخد لك كمان كارت. بيحكوا لك انه في غضون الأشهر مش قليلة، الوقت مش مناسب، لكن في غضون الأشهر القليلة راح نشوف شو بيصير من خلال قراءتنا. شوف الرومانس. healing family assets. لازم يصير شفاء او معالجة مشاكل اسرة. ممكن انه حياتك رح ترتاح لما يصير في شفاء اسري. مال انت شخص مثلا متزوج وعندك مسؤولية منزل او عندك شخص مسيطر في المنزل وانت زي غضبان منه او ماخذ موقف منه. مال الشخص هذا متزوج وقصته واقفة انه يكون عنده اطفال وهدول الاطفال كنت احكي لكم انهم مش مسامحينه او زعلانين منه وهو غادرهم، ترك الأطفال وترك المنزل وغادرهم. It is for you to love. هم بيحكوا لك من الآمن أن تحب، يعني افتح قلبك للسلام وأعطاء أفضل طاقة من الحب. هو أمان إنك تحب. إذا الشخص هذا مثلا طالع من علاقة زواج ووراء أطفال بقول لك هو آمن أن تحب. شوف لكم كمان
شخص طالب من شيء، إما عمل أو زواج. طيب هون بيحكوا لك في خيارات عديدة وقرارات غير تقليدية، سلسلة طويلة في ليلة واحدة. يعني خيارات وأشياء عديدة لازم تاخدوها في ليلة واحدة، هي اللي هي المفاتيح. هون بيحكوا لك اختيارات صحية واتخاذ خيارات صحية في الحب وفي الحياة، وحب الذات والرعاية الذاتية، ولازم تكون أكثر سعادة. ففي خيارات لمصلحتكم لازم تتخذوها في الوقت حاليا هذا، أو الوقت مش مناسب إنه تاخدوا خيارات. خلينا نشوف، نشوف القراءة أول شيء. طيب الشخص هذا حاليا مشغول في عمله، الشخص ده مشغول في شيء، إما في عمله أو مشغول في أشخاص آخرين مثلا كالعائلة كزواج، أو بيفكر في مثلا بيحكوا لك في تسامح للأطفال لازم يصير أو أسرة. فاحتمال إن الشخص هذا متحير في أسرته، بحاول يوازن أسرته وبحاول يراضي الأطراف. الشخص هذا فيه عنده مشكلة إما في الأسرة، شخص إما هذا متزوج أو مرتبط بأسرة تقليدية وبتحب كل شيء في يعني تمشي عادات وتقاليد. طيب الشخص هذا شو مشاعره من ناحيتك؟ هو شايفك انك انت شخص عملي جدا وانت حققت انجازات سريعة، لكن انت اثناء تحقيقك لهذه الانجازات كنت صارم، كل شيء في عملك في الحياة عامة في المشاعر في الحب كل شيء كنت صارم، وانت شخص مرتب مرتب جدا وبتحب كل شيء في دقة، وبتحب انه اللي قبالك يقنعك بعقلانية، مش انت مش حيلا كلام يقنعك، انت مش سير خداعك، مش سير خداعك، وشعر انه هو مش قادر يخدعك، وانه هو اذا بده يتقدم لك بده يعني بده تكون الاحداث مقنعة الك. شافك شخص هو حبك، الشخص ده معجب فيك جدا وحبك الشخص ده، لكن شايف عندك شروط لعلاقتكم عشان تتم، وشايفك انك عنيد وشخص انت محقق كل انجازاته واحلامه وطموحاته، وشايفك عقلاني جدا جدا لدرجة انك انت شاعر من ناحيتك الاسف صوت، يعني شاعر انك انت شخص ما بيقطعش فيك الاشياء الخداعية، يعني مثلا يخدعك في شيء انت طوال بتدور في المواضيع وبتحقق وبتعرف الحقيقة من الخداع. طيب هو شو انت في عقله الباطني؟ نشوف انت في عقله الباطني شخص مرح جدا، وشخص بتحب الحياة، شخص مغامر، وشخص بتحب السفر. احتمال انت بتسافر من دولة لدولة او متنقل، يعني عامة انت متنقل، شخص هادي ورزين وثقيل. شايفك انك انت بتفكر في الاحداث لكن بروية، مش متسرع مش متسرع. شايفك انت لبق في الكلام كتير، وانت الكلام اللي بيخرج منك بيكون بعفوية لكن انت بتكون قصده. شايفك يا برجك مرح وبتحب الحياة، القوسين مرح بحب الحياة وبتجاهل كل شيء يؤلمه. وشايفك هيك انك بتتجاهل كل شيء يؤلمه، بتغيب مثلا يوم بتعالج نفسك من كل شيء حدث في اليوم هذا، بتقفل كل شيء وبترجع لحياتك الطبيعية. يعني اذا صارت مشكلة وقتي انت بتنهيها، بتفكر فيها مثلا تعمل مديتيشن او تعمل حالة صمت في حياتك في يومك هذا، وبتفكر في كل الأحداث اللي صارت وبتقوم مطنش كل إشي وبتمشي بحياتك عادي ولا كأنه صار إشي في حياتك. شايفك نشيط جدا جدا، وشايفك أنت بتحب السفر والتنقلات، وشايفك يمكن أنت شخص مشهور أو في شيء أنت عامل فيه شوية مجازفة، لكن وعارف إنك أنت مجازفتك
انت بتكون متأكد انها رح تنجح، صح؟ انت مجازف، لكن مجازف على شيء انت متأكد وواثق منه انك رح تنجح. لا، هو شايف انه العلاقة هاي ثلاثية، اما من طرفك انت يا برج القوس او من طرفه هو. انا شايفك انت مرتبط وهو مرتبط، يعني احتمال تكون علاقة رباعية كمان. الشخص هذا بواجه مشكلة، هو شايفك انك انت بتحب العلاقات الكتيرة ولما حواليك ومتخربط فيك، هل انت بتحب الاستقرار مثلا او بتحب العلاقات؟ هو مش فاهمك، الشخص هذا مش فاهمك، وشايف انه انت في حدا متحكم في هذا الشخص، اما من اسرته مثلا عارضين عليه يتزوج من الأسرة نفسها، عارضين عليه عرض مثلا يتزوج من الأسرة نفسها، هاد شرطهم مثلا، هو قلقان يرضي الأطراف جميعها. احتمال إنه يكون الأب مسيطر عليه أو الأخ الكبير مثلا، هو بده يتزوج بنت أخوه، بنت عفوا مثلا بنت خاله، بنت عمه. في شروط في العلاقة أو في تدخل أطراف زي منعين إن هاي العلاقة تتم، والشخص هذا مش موافق على اللي بيسووه مثلا الأطراف التانية، الأسرة. انتوا في عندكم مشكلة في الأسرة، وشايف الأسرة هي العائق اللي بيناتكم، الأسرة هي العائق اللي بيناتكم، وشايف إنه فيش استقرار أسري عندهم. أشوف بس شوي، نحس شوي القراءة فيها تدخل طرف مسيطر، يعني شخص كبير، أب، رب أسرة، يعني شخص كبير. احتمال يكون في بعد مسافات بيناتكم، أو أنت من مدينة وهو من مدينة، والأسرة رافضة تاخد من هاي المدينة. الشخص ده شايف فيش اكتفاء بينكم، او انتوا مش من مستويات بعض، حاسس ان هاي العلاقة ينقصها رضا اسري، وحاسس ان في اي لحظة هاي العلاقة يعني بتتسكر. وشافك شخص متذمر بعض الشيء، يعني شافك شخص متذمر ومسيطر على نفسك، وشخص منفتح على الآخرين، شخص بتحب العدالة وبتحب اللي بقلبك على لسانك. انت بتمسك حالك فترة، ولكن بتعرف تاخد حقك، بتعرف تاخد حقك، شافك انك انت بتعرف تاخد حقك كويس. وشافك عصبي شوي ومتذمر شوي، يعني في اشياء بتقلقك كتير. شايفك انك انت زي قطعت العلاقة، قطعت بسبب مثلا دخول اطراف العلاقة، دخول حدا اخر دخل حياتك انت او الشخص الاخر. ما شايف انك انت دخلت في زواج او خطوبة او مع شخص اخر علاقة ورحلت عما تركته ورحلت. طب انت كيف شايفه؟ انت شايف شخص متعب جدا وصامت ودخل طرف اخر، الشخص هذا شايفه انه هو مثلا يعني اتعبك كثير، انت تعبت مع الشخص، الشخص هذا اخذك لفة طويلة معاه، الشخص هذا شايف انك انت سبق انهيار اعصاب منه، وانت شايفه انه شخص مش متوازن او مش عن كلمته، شايف شخص صامت ومش راضي يعبر عن مشاعره. انت شايف ان العلاقة وهو شخصيته متعبة، شخصيته متعبة، غامض، متحكم، وهو بده يتحكم في العلاقة، بده اياك مثلا ان انت ترضى معاه فيه مع الطرف اللي معاه. انت شايف ان هاي العلاقة متعبة جدا، يعني كأنها
يعني نفس صبرك في هاي العلاقة. هو شو ناوي حاليا؟ هو ناوي الشخص هذا يسيطر على الموقف اللي هو فيه، عشان هيك بقول لك مش هلا، مش هلا. خلينا نشوف الكروت المصلحة. هو بقول لك آمن إنك تحب، احتمال إنك أنت دخل حياتك شخص آخر غير هذا الشخص اللي إحنا بنقرأ له، لأن الشخص هذا بعتقد الهيلينج فاميلي إله مش إله. هذا اي راي تايم، هذا مش وقت الشخص، لأن الشخص هذا لسه بده يتباعد ويسيطر على الموقف، يسيطر على طرف ثالث بيناتكم. الشخص هذا إما متزوج أو دخل علاقة أثناء أنتوا كنتوا معاه. هون بقول لك اسأل الملائكة، يعني صلي واسأل ربنا إنه هل مثلا إذا الشخص هذا منيح في حياتي ف قدم اللي فيه خير، وإذا في شر يعني ابعده عني، ويا رب ما تعلق قلبي فيه. يعني اسأل ربنا، يعني ادعي شيء لنفسك. قولوا لك في الشهور القادمة، الشهور القادمة with the next. طيب خلينا نشوف هدول شو بيحكوا. في خيارات عديدة عندك، انت في حياتك اشخاص غير هذا الشخص، او في طرف مثلا عرض عليك حب، عرض عليك شيء، في خيارات لازم تاخدها، في خيارات لازم تاخدها. وبقول لك خيارات صحيه، الشخص ده غير صحي لحياتك، الشخص ده اما مرتبط وانت شايفه مرتبطه فكره، وصمت عنك وتركك وتباعد عنك. الشخص ده مقرر اصلا يضل بعيد ومختفي، و تعرف الشخص ده شو بتشذر لك، شو بيصير في حياته او شو نواياه من ناحيتك. شخص بضل مسيطر على نفسه وملتي في اللي هو ملتي فيه، في عنده نقاشات ومواضيع أخرى، في طرف ثالث في الموضوع، في طرف ثالث. خلينا أحكي لكم الأبراج. إيه عنا؟ برج الدلو، برج الحوت، برج السرطان، الأسد، الميزان. هو شايفك حقاني حقاني يعني، وما بهمكش ولا اشي، انت بتنفجر، انت بتصمت بتصمت بتصمت، فجأة فرقة وبتحكي كلمة الحق وبتقطع. انت بتناقش مثلا، انت بتسكتش على حقك، لو سكت فترة بتكون فيها تخطيط تخطيط. تابعنا برج الاسد، الاسد، الميزان، الدل، السرطان، الحوت. الشخص هذا نواياه وخطوته في رجوع، فيش رجوع، نوياه انه يخبي مشاعره ويسيطر على نفسه ويسيطر على الموقف اللي هو فيه. هو في موقف لا يحسد عليه من تجاه الأسرة، الشخص هذا غضبانين عليه أسرته، فبحاول بده يحاول انه يراضيهم. اول اشي اهتمامه انه يرضي الاطراف، يرضي الاطراف اللي حواليه. حاليا هو مشغول في هذا الشيء. هذا طبعا بيعني كل الابراج، برج الاسد، الدور، الصقر او النسر، وبرج العقرب، وهون العذراء، يعني الطاقات كلها متجمعة هون. كل الطاقات موجودة، نارية، ترابية، مائية، هوائية. كلها موجودة. حكينا كل الأبراج. عندك برج الحمل، انت في طاقة الحمل، برج الحمل، انت في طاقة غيظ الحمل، وانت شايفه شخص تزوج او دخل طرف اخر في حياته او مستقر في زواج. فعلا الشخص هذا زعلان، ترك شيء وهو زعلان من الاسرة، من الاسرة، احتمال الطرف، الشخص هذا في طرف. خلينا نشوف الكراش. عموما بقول لك خلال الشهور القادمة، بس في شايف للبعض منكم عروض حب من شخص آخر داخل حياته، وشايف أنا في حدا بده يعرض عليك عرض حب، في عرض حب، في عرض حب، بس انتوا مشغولين في هذا الشخص، انتوا زعلانين منه،
فعلا متجمدين، حسينا علاقة استنزفت وقتك وصبرك واستنزفتك هي العلاقة. خلينا نشوف الكراش، في خيارات عديدة حكينا لكم، وشوف انت شو لمصلحتك طبعا يعني. وادعي دايما ربنا انه ما يعلق قلبك بشخص هو مش رح يكون الك. الكراش، انت يا برج القوس تعبان، اكتشف في شخص في علاقة ثلاثية او شخص فرحان وانت زعلان، يظهر لك فرحة وانت زعلان، في شخص تركك قطع معاك، الشخص هذا في معرفة طاحنة. طيب خلينا نشوف الكراش شو مشاعره من ناحيتك، مشاعر انك تركته ورحت. شو بقول لك؟ انت زعلان وفعلا مش شايفك انك انت تركت واختفيت تبعت. طب هل هو بيحمل مشاعر نفس مشاعرك؟ هو بحبك او معجب فيك؟ شخص زعلان من عليك جدا زي ما انت زعلان، هو زعلان. الشخص هذا، داخل فيه مشاكل. طب شو نوايا من ناحيتك؟ نوايا انه يصالحك، يقدم لك اعتذار. الشخص هذا دخلك في مشكلة انت كنت بالغنى عنها، الشخص هذا بتذكرك وبفكر فيك وبفكر كيف يصالحك. الشخص هذا نوايا انه اما تجمعكم صداقة او يجمعكم تصالح، يعني بده يتصالح لو حتى بس خلينا نشوف هل راح يصالحك بهذا الشيء. حاليا لا، بس الشخص هذا في انت اعترفت له في الحب او كان بيناتكم شوية تكريش اعجاب وكلام اعجاب، والشخص هذا زعلك، وهو حاسس انه زعلك وعارف، وهو بفكر يصالحك وحس بالحنين اليك، في شيء بشده اليك هذا الشخص، عشان هيك هو زعلان، جدا. الشخص هذا حاليا بمرق في مشكلة، مع في العمل مع أشخاص. الشخص هذا أو شاف إنه أنت اعترفت له في الحب وهو عملك مشكلة. حاليا الشخص هذا مش راح يعترف، طب هل راح ياخد خطوة مثلا هيك هيك من بعد شو؟ الشخص هذا رح ياخد خطوة لكن بعد تطبيق في الأمور وبعد هدوء نفسك أنت، بعد ما تصفى وتهدى من ناحيته. عنا برج السرطان من الكراش. طيب خلينا نشوف عملك يا برج القوس. أنت عملك جيد، أنت مسيطر على أمورك في العمل، أنت احتمال تكون طبيب بيطري أو احتمال تكون معالج روحاني. خلينا نشوف كيف راح يكون وضع عملك. نايت اوف بنتكل، الكينج اوف بنتكل، انت راح تكون شخص مستقل في عملك، وراح يكون مفتوح لك باب مثل باب علي بابا، كنوز علي بابا يعني. رح تكون مستقر ماديا جدا، عندك استقرار مادي جدا، بالذات اذا كان عندك انت شخص مثلا صاحب اراضي زراعيه. او انت بتربي مواشي، انت بتربي شيء. طيب كيف صحتك يا برج القوس؟ انت بتطلع انت بتتشافى وانت مريض او عندك وعكة صحية، عندك وجع بالراس او وجع بالصدر، يمكن عندك في المعدة جرثومة انت بتتشافى منها. انت احتمال ان في عندك انفلونزا. طب كيف راح تكون ان شاء الله صحتك؟
لا تمام تمام ما تهتم، كل شيء تمام عندك يا فرج القوس، كل شيء تمام. راح يكون عندك، راح يكون عندك استقرار مادي واستقرار أسري واستقرار صحي، و فيش عندك أي مثلا عثرات صحية أو لا. أنت راح تطلع من الوقت الصحي، أنت عندك إنفلونزا أو جرثومة، يعني إشي بسيط وأنت بتتعالج منه حاليا، بس راح تتشافى وتتعافى وترجع أحسن من أول. فشكرا لكم يا برج القوس. لو سمحت إذا كنت جديد معنا في القناة اشترك، فعل الجرس ليصل كل جديد، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا